عقاب الطفل غير عقاب مين؟ المراهق. تقول ليش في مبدا العقاب، والمراهق هذا سوف من غيره مش هيعمل عمليه ايش؟ يعني كالكوليت محسوبه انه قديش والدي لا بس هذا حياثر فينا. هذه المعادله ان صحت، طبعا المعادله العلميه على كل حال اكيد ماخوذه ايش؟ من دراسات شويه دقيقه يعني. ممكن اذا كانت الاساءه معدل 40% يتمرد هذا ويفلت من السلطه خلاص تكون فقدته انت صحيح؟ وبعد يساهم في افشاله. فخلينا نشوف في هذه المعادله نحترمها على فكره في الاصل في موضوع الثواب والعقاب. هي واحد اثنين، ايش مفهوم العقاب؟ للاسف اذا ذكرنا العقاب اول ما يخطر بالبال ضرب اليد والعصا، هذا الضرب يعني. العقاب المادي قاسي جدا في الحقيقه. هذا الان تقريبا معظم المدارس والعلماء لا يحبذونه. في بريطانيا طبعا لحد اليوم في عقاب في المدارس. تاتشر لما يقولها ايش؟ بدنا نحاول نسن قانون يمنع عقاب الاطفال في المدارس. قالت لا، وقفت وقفه شرسه ومنع فعلا، منع التدريب هذا القانون. قالت لا موجود، هذا من مخلفات العهد الفكتوري على فكره، كان المنجزات التربويه. قالت لا يبقى. ولما قيل لها المعوقون ينبغي ان يستثنوا من العقاب المدرسي قالت لا، لا يستثنون وظلوا يعاقبون. في ناس يعني عندهم نظريات مختلفه، لكن معظم المدارس والتربويه يقول لك لا، العقاب المادي هذا ليس جيدا. احنا بنشوف في الدين انه في اصول للعقاب هذا ممكن، لكن طبعا في ضوابط نحن لا نراعيها احيانا. ممنوع طرد الوجه. ما تقولش العقاب تضرب الوجه الذي كرمه الله. هذا مكرمه، ممنوع طرد الوجه. ممنوع المساق. تبصق وجهي يا طفل او انسان، تب عليك يا كب. ممنوع بتاتا. هذا صحيح. ممنوع الضرب المبرح. ضرب مبرح ممنوع. مكسات وتكسر الضلوع وكذا ممنوع هذا. لانه هذا ما بصيرش عقاب، هذا بصير نوع من العدوانيه صحيح؟ والتنفيس اللي ملوش مانع حقيقه من اب اتجاه. طيب ايش بضل الضرب؟ شو الضرب هذا يعني؟ ضرب شيء رمزي، شيء رمزي. انا بقول ممكن نوسع مفهوم العقاب مع علماء التربيه النفسيه العالميين بشكل جميل جدا. قبل انت تشوفها كل حاجه. الطفل لما يعاقب بهذه الطريقه حتى لو كان عقاب يعني كذا، للاسف ممكن يقر في خلده وجدانه اسأت وتلقيت ماذا؟ العقاب انتهى كل شيء. ممكن يكرر يقول وفعلا يكرر الاخطاء، صح ولا لا؟ اضرب ضربك ولقيت عقابي ويبقى مرتاحا ويكرر برضه. يعني يفشل هذا. طب اذا فشل معناه انت يعني ينبغي ان تسلم ولا تضرب راسك بالحائط كما يقول هيجل، انه هذا اسلوب فاشل. علينا ان نتخلى عنه. طيب نجرب اساليب اخرى، في اساليب اخرى في واكثر نجاحه عاد. من هذه الاساليب العقاب لتحميله الاضطلاع بمسؤوليه الخطا واصلاحه. كيف؟ يعني مثلا نفترض انه ابنك مثلا المراهق ابن 16-17 سنه دعا صديقه الى مثلا العشاء اليوم الساعه 8 ليلا، قال له تعال في عشاء. بعدين الولد 7:30-8 وربع اجى عمه ابو فلان كذا تفضل قال انا مدعو على العشاء. وين فلان؟ فلان تفضل يا ابني. حتدخله انت تتصل بابنك يا ابني وين انت؟ والله انا على بعد 50 كيلو مدينه كذا كذا في حفله ممتازه مع اصحابي. يا ولد الم تدعو صاحبك فلان؟ والله نسيت انا. طبعا نسيت انه سين بحد ذاته انا برضه هو خطا انك نسيت مش صحيح. احرجت العائله واحرجت اباك وامك وهكذا والشاب اجى يعني جاي مش هنعمله احنا مشكله كبيره من الشيء هذا. طبعا كل حاجه يا ابني صاحبك هنا. بس يا بابا لما بدي اجي كذا حصير وقت متاخر كذا كذا وقت ممكن نصل كذا الزائر باسلوب لطيف ممكن نقدم حتى لو كرم الضيف. هذا لا يكفي يعني انتبهوا. احنا نكتفي ايش؟ طبعا بالعتب الكلامي كيف هذا ولا يجوز تعلم الادب يا ابني باسلوب برضه فاشل. حمله المسؤوليه. طبعا هنا بدنا نفتح برضه قوسين ونقول ما تحاولش تتهجم على شخص ابنك او ابنتك دائما، مش في هذا الحال، في كل الحالات. تتكلم انت عن الثواب والعقاب لا تعاقب بالحديث عن عن الشخص. انت مهمل. انت لا تتحمل مسؤوليه. تنسى كثيرا، تهمل واجباتك، تتخطى حدودك، اياك تستخدم الاسلوب هذا. طيب كيف حتكلم؟ تكلم عن الفعل. يا بني كذا وكذا وكذا هذا شيء ليس جيدا.
المسلك الفلاني أن يفعل المرء كذا وكذا، كان هذا شيء ليس مستحسن. أما اللغة العربية تبعك على المغرب التونس الفلسطيني، أصلاً نتكلم لغة إيه؟ هذا يعني أكثر فصحى هكذا. هذا جميل جدا جدا ومهم، لا يؤثر في ثقة الإنسان في نفسه ولا يوحي إليه بالمعاني التأمين إلى تصديقها، وهي سيئة جدا للمعاني. طيب كيف ستحمل المسؤولية الآن؟ عليه أن يعتذر بالأسلوب المناسب لحجم خطئه لصاحبه. كيف الاعتذار؟ أول اعتذار إيه؟ صوت، اللي يرفع التلفون، والله يا صاحبي حقيقة أنا يعني في منتهى الحرج وكذا، سامحني اغفر لي، هذا متأسف جدا. أي واحد، هذا مش كامل لسه. الشيء الثاني لابد أن يعوض عليه. إيش يعوض عليه؟ يعني بأنواع من التعويض، إنه بكرة مثلا يخذوا معه ثورة، نفترض روح معه ويصطحبه معه إلى مكان يحب صاحبه أنه يصطحبه، ويروح يضحي بوقتك على 5 ساعات 4 ساعات وروح مع صاحبك هذا إلى حيث يريد. هو سيكون هذا تعويض ممتاز، عوضت أو عوضت عليه كما يقال يعني. أو مثلا تدعوه مرة أخرى ولكن برضه تعوض. كيف التعويض ما حصل؟ في فرق بأن تقدم له هدية على عشاء، طيب نفسه، مش عشاء بعشاء وضيعت عليه، لا عشاء وهدية. أعطي لك هذه الطرائق، هذا طرق راقية حقيقة، مش طرق لما يتنك من السرم هذا الأسلوب، هذا شيء راقي جدا صحيح. ولماذا يتعلى أبناؤهم هذا الرقي وبناته ورقى الله؟ حتى نحن مع أصدقائنا مع أخواننا نتعلم هذا رقي. هذا مفهوم العقاب عملي وجميل وبنائي ورم صحيح، وينمي الشخصية، وهو عقاب وينمي ورم صحيح، لا يكبت لا يهضم لا كذا. هذا عقاب، نوع من العقاب. العقاب بشرط أن يكون إيه؟ طبعا في عقاب طبعا أكثر إيه؟ يعني حدة من هذا المفهوم، ويشير به كثيرون من المستشارين النفسيين والتربويين. كيف هو؟ أيوه، قال لك في أشياء يحبها ابنك، بيحب يتعاطاها مثلا، افترض أنه إيه مثلا يذهب إلى السينما، يفترض إيه مثلا أنه يحب يتابع إيه؟ فيلم أو موفز في التلفزيون له مثلا، نفترض يحب يطلع مع أصحابه مثلا بعد المغرب في شارع سياح مثلا ساعة ساعتين، يحب هذا الشيء. نفترض أشياء أنت بتعرفها طبعا، يمنع من بعضها. رأي الثاني ينجز إيش؟ ما خسر فيه. يا أبي بارك الله فيك كثيرا، ولكن اسمح لي 3 أيام تلفزيون، لأنك قصرت والنوتة تبعتك كانت في الفيزياء 3 و4، أنا يمكن 1 و5 و5 راسي. لابد أن تتفرغ لدرسك 3 أيام، ممكن تكون أسبوع كمان، بس ما تبالغ إيش، وعليك أن تحسن التخطيط برضو حتى لا نقع إيش في الإعناد وجره إلى أي تحدث الطفل. انتبه، أو النفاق والمدجاة من وراك مع أمه، ده مش كويس.